السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ازيكم يا جماعة، النهاردة في الفيديو دوت هنتكلم عن احدث مكنة قص سكرين واقوى مكنة كتر بلوتر موجودة في مصر وفي الشرق الاوسط، وهي الارمور كتر بلوتر، واللي بتتميز عن اي مكنة موجودة في السوق بخمس مزايا. اول ميزة هي المكنة الوحيدة اللي فيها عدسة ذكية لقراية الصور والملفات. تاني ميزة هي المكنة الوحيدة اللي بتقص خامات زي الناين اتش او السيراميك، وبتقدر تقص لحد سمك 0.23. تالت ميزة هي المكنة الوحيدة اللي بتشتغل على مساحة 23 سنتي، غير المكنة اللي موجود في السوق اللي بيشتغل على مساحة 18 سنتي، واللي من خلالها اقدر اتحكم او اعمل سكرينات لتابلت او اجهزة احجامها كبيرة. رابع ميزة هي المكنة الوحيدة اللي مش بتربطك بعدد قصات، وتقدر تقص عليها عدد لا نهائي من القصات، واللي جرب الكتر بلوتر عارف اهمية الميزة ديت. خامس حاجة هي المكنة مزودة بشاشة 4.5 بوصة، واللي من خلالها بقدر اتحكم في درجة القطع، واقدر اوصلها كمان بالموبايل عن طريق البلوتوث او الواي فاي، ده غير ان ليها ابلكيشن عشان يسهل الاستخدام من على الموبايل. طبعا بعد دراسة المكن الموجود في السوق ومراجعتنا لمشاكل التجار اللي كانت بتقابلهم في المكن القديم، قدرنا نتفاداها في المكنة بتاعتنا. المكنة القطر اللي عندنا فيها سنسور ذكي بيقدر يقرا الملفات والصور، وبيظبط الشيت تلقائي، يعني مش محتاج اظبطه بايديا مانيوال، بمجرد ما بحط له الشيت هو بيسحب الشيت وبيظبط لنا شكل السكن او سكرينة الوش. ده غير انها المكنة القطر الوحيدة اللي بتقص خامات زي الناين اتش او السيراميك، يعني تقدر تعمل سكن للظهر، وده العادي اللي بتعمله اي مكنة. انت كمان تقدر تعمل سكرينات وش لانها بتقص خامات زي الناين اتش او السيراميك، وبتقص لحد سمك 0.23، ودي اللي بتميز مكانتنا. لو جينا نتكلم عن اوبشن تاني موجود في المكنه، وهي الشاشه اللي تقدر تتحكم في درجه القص، وبتتوصل بالبلوتوث او الواي فاي، يعني اقدر اتحكم في قوه وسرعه سلاح القطر. ده غير ان عندي ميموري بيشيل لحد خمس قصات لخمس سكرينات او خمس خامات، واعمل لكل فايل اسم، وده طبعا هيوفر معايا في مجهود وفي وقت وهيمنع اللخبطه. نيجي مساحة العمل اللي بتشتغل عليها المكنة، ودي الحاجات اللي بتميزها انها بتشتغل على مساحة عمل 23 سنتي، يعني اقدر اعمل مثلا سكنات للابتوب او سكرينات لايباد او تابات سواء كانت 7 انش او 10 انش، ودوت الحاجة اللي بتميز المكنة ديت عن المكن اللي بيشتغل على مساحة 18 سنتي، فبتديني مجال اوسع ان انا اقدر اعمل سكرينات اكبر. نيجي نتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي السوفت وير. السوفت وير سهل جدا وسلس وعليه كل موديلات الموبايل الموجودة في العالم. مجرد ما بتفتح الابليكيشن بتختار الشركه وتحدد الموديل، واذا كنت هتلزق سكرين ظهر او كاميرا او سكرين وش، وبيتحدث بشكل دوري، والاهم انك مش محكوم لا بخامات ولا بقصات، بعكس المكن الموجود في السوق كنت بتبقى محكوم بعدد قصات معينه. فكان مثلا العميل يشتري كيس سكرينات وليكن 30 سكرين، بمجرد ما خدش الكود اتحسب عليه 30 سكرين. انا جربت او قصيت او ما قصيتش، كل ده بيتحسب عليه، لكن مع الونش انت بتدفع اشتراك سنوي 300 جنيه، وده مبلغ رمزي، ولا بتبقى مربوط لا بخامات ولا بسكرينات ظهر بس، ومعندكش اي قيود، ودي الحاجة اللي بتميز المكنة بتاعت الونش، وتقدر من خلالها تقص ان شاء الله مليون قصة طول السنة. واخر حاجة احب اوضحها ان المكنة معاها ضمان لمدة سنة من شركة الونش، وزي ما انتوا شايفين حجمها صغير جدا وشكلها شيك، وتقدر تحط في اي محل حتى لو كان صغير. ولو جينا نتكلم عن اوبشن تاني موجود في المكنة، وهي الشاشة اللي تقدر تتحكم في درجة القص، وبتتوصل بالبلوتوث او الواي فاي، يعني اقدر اتحكم في قوة وسرعة سلاح القطر. ده غير ان عندي ميموري بيشيل لحد خمس قصات لخمس سكرينات او خمس خامات، واعمل لكل فايل اسم، وده طبعا هيوفر معايا في مجهود وفي وقت وهيمنع اللخبطة. نيجي لمساحة العمل اللي بتشتغل عليها المكنة، ودي الحاجات اللي بتميزها انها بتشتغل على مساحة عمل 23 سنتي، يعني اقدر اعمل مثلا سكنات للابتوب او سكرينات لايباد او تابات سواء كانت 7 انش او 10 انش، ودوت الحاجه اللي بتميز المكنه ديت عن المكن اللي بيشتغل على مساحه 18 سنتي، فبتديني مجال اوسع ان انا اقدر اعمل سكرينات اكبر. نيجي نتكلم عن نقطه مهمه جدا وهي السوفت وير. السوفت وير سهل جدا وسلس وعليه كل موديلات الموبايل الموجوده في العالم، وانت مهتم بالموضوع او عجبك تقدر تشرفنا في مقر الشركه، وهنسيب لكم في الوصف تحت عنوان الشركه وارقام التليفونات وصفحه الفيسبوك.